من اي كتله سيكون محافظ بغداد بعد تصدر تقدم؟ يعني انا اعتقد راح يكون من دوله القانون. الثاني من ائتلاف دوله القانون. شلون؟ نعم. يعني التحالفات اللي ستنشا بعد بعد ان يتم التشكيل، بعد ان يلتئم مجلس المحافظه، التحالفات التي ستتشكل هي التي ستحدد ملامح المحافظ وغيره. يعني السيد المالكي مقبوليته لدى الكتل الفائزه اكثر من مقبوليه السيد الحلبوسي؟ بالتاكيد، خاصه بعد قرار المحكمه الاتحاديه العليا، يعني جنابكم ادرى به، بعد هذا اكيد مقبوليه السيد المالكي اكثر بكثير من مقبوليه السيد الحلبوسي. يعني هذا موضوع ليس فيه نقاش. طيب، هناك من يقول حقيقه بقيه الاطراف السنيه، يعني بقيه الاطراف السنيه لديه مشاكل معها، يعني لنكون واقعيين. طيب، هناك من يقول بانه او يرى بانه منصب محافظ بغداد هو ايضا خاضع للعرف السياسي بانه محصور للشيعة. يعني انا لا اعتقد هذا، لا اعتقد انه محصور. اذا كان يعني الكتله الاخرى او التقدم استطاعت ان تاتي ب 50% زائد واحد او اكثر، فاكيد هي ستكون صاحبه المنصب هذا. ولكن ما اشوف هذا، يعني اشك ان التقدم قادر على ان يحصل على 50% زائد واحد. طيب، لذلك دوله القانون اقدر على ان تحصل على هذه النسبه. ولكن منصب المحافظ ليس حكرا على الشيعه بصفتهم اغلبيه في بغداد. بالتاكيد ليس حكرا، لانه يعني شوف جنابك، مساله الحكر، يعني الحقيقه الكتل الشيعيه منذ بدء الانتخابات المحليه الى اليوم هي صاحبه الاصوات الاكبر في بغداد، فلذلك كان هذا تحصيل حاصل. يعني اما اذا استطاعت كتله اخرى، ولنقل غدا مثلا الديمقراط الكردستاني استطاع ان يحقق نصف زائد واحد في بغداد، هل تستطيع ان تقول له لا تكون محافظ بغداد؟ قطعاً. هذا يعني اي، ونحن الان نتكلم، نحن دوله ديمقراطيه نتكلم عنها يعني على هذا الاساس. طيب، بس مو محمد جابر العطا من دوله القانون، يعني بس مو محمد جابر العطا، سيد عبد المطلب العلوي، يعني هذا الذي يراهن عليه السيد المالكي، هاي الشخصية. يعني السيد عبد المطلب حقيقة جميعنا نراهن عليه. الرجل له، يعني أنا شخصيا أتكلم بصفة شخصية هنا حقيقة، ولا أتكلم بصفة يعني حزبية أو كذا، ولكن السيد عبد المطلب رجل، أولا رجل مجاهد، رجل ذو خبرة طويلة، رجل يعني الجميع يشهد بخلقه وب يعني بنزاهته.